مرحبا بكل متابعي قناة شوف تي في مرة أخرى في هذا النقل المباشر من سوق الأسواني. غادي نشوفوا الأجواء ديال السوق ونشوفوا الأثمنة ديال الدجاج فين واصلة اليوم في السوق كما كتشوفوا معنا. نعتذر المشاهدين على انقطاع البث في المباشر في السلام عليكم. بدو خويا بخير. أنت مباشرة معنا على قناة شوف تي في. خويا فين واصل الدجاج؟ الدجاج خويا ثمن مناسب 16 درهم اش كيتسق في السوق 16 درهم 15 اش كيتسق يعني ثمن مزيان ناقصه 2 درهم تقريبا ناقصه ناقصه حتى 4 درهم 3 درهم على كيفاش اللي باقي تطالع شويه السلعه قليله شويه في الفيرمات السلعه قليله شويه في الفيرمات داكشي الثمن زاد الناس خسرات في الاول ديال كورونا كانت كتبيع الدجاج غير ب 6 درهم 6 ونص 7 وبالنسبه للدجاج الكروازي شحال داير الدجاج الكروازي كنبيعو ب 20 درهم 18 درهم البياسه كان واحد الوقت كان داير توا 13 درهم قال غير 5 درهم 7 6 فهمتش هذا الثمن شويه الوقت كي كتبدل على حسب شكرا كما كتشوفوا معنا دجاج السوق اسبوعي نفس دي بالنور كما كتشوفوا. السلام عليكم اذا شري في خير. انت مباشره معنا على قناه شوف تي في. كي داير الثمن ديال الدجاج؟ الثمن مزيان دابا الثمن زوين دوك هنايا الثمن دابا 800 دريال من الدجاج ساق مزيان 800 دريال باش كتسقط 300 320 دريال نعم الثمن مزيان المواطن كيتقدم نعم زوين بالنسبه زين المواطن دابا في الثمن هذه الاثمنه زوينه هي من الاخرى كان شويه كان طالع كان طالع كان طالع كما كتشوفوا معنا دائما في هذا النقل المباشر من السوق الاسبوعي سيدي بنور كما كتشوفوا الدجاج الحمد لله موجود خير موجود. السلام عليكم الدجاج بخير. انت مباشره معنا على قناه شوف تي في. مرحبا ترحب بك جنة. كي داير الثمن ديال الدجاج؟ الثمن دابا زوين هاد الايام هاد اليومين ولا ثلاث ايام زوين بعدا المهم سقط 15 درهم 16 درهم مع المقارنه اللي كانت ديال 20 درهم شويه المهم شويه الحمد لله والشكر لله ولكن بغينا ان شاء الله الدجاج يوصل 220 ريال 240 ريال باش ياكلوا المواطنين باش المواطن توا يبقى على خاطره. ايوا الدجاج دابا راه شويه راضي ونتمنوا من الله سبحانه وتعالى. في الكوري بشحال كتاخذوا؟ الكوري 240 على حساب هاد اليومين دابا 240 260 ما مبقاش حتى 270 هذا هو اللي كان. الناس دابا ولات كتقدا شويه الدجاج الناس ولات تقدا دابا من هبط الدجاج شويه بداو الناس كياخذوا الدجاج وما بقاش كما كانت كما كانت مع المره الاولى عاوتاني هذا هو اللي كان والله يعطينا الشبعه ديال الماء كاع اللي شافنا يقول امين ان شاء الله. كي داير الثمن ديال الدجاج؟ هو الثمن ديال الدجاج منتسب منتسب مزيان مزيان الناس كيتقدوا الدجاج دابا وين مع الوقت مع الخاص دابا اي شويه شويه ما تقديت ولا مازال تقديت شي اربعه دجاج شي خمسه لا لا اربعه لا اربعه على قد الحال على قد الحال دير شي عراسيه لا لا غادي على الدراري على الدراري العرس ما فين خلاونا نديروه الحمد لله. دائما مباشره على قناه شوف تي في كما كتشوفوا معنا كما كتشوفوا الاجواء في السوق الدجاج. السلام عليكم كيف داير الشريف بخير؟ انت مباشره معنا على قناه شوف تي في كي داير الثمن ديال الدجاج؟ وا مرافق بركه مزيان كاينه 300 320 هادشي اللي كنبيع ولدو خدامين شويه شويه بارك الله يجعل البركه حركه القضيه الناس كتقدوا الدجاج الناس كما كان مروجه شويه الوقت الحمد لله الحمد لله كما كتشوفوا معنا دائما في هذا البث المباشر هنا عبر قناه شوف تي في. السلام عليكم كيداير الخير بخير كيداير السوق؟ السوق بخير الحمد لله نتمنوا من الله سبحانه وتعالى يرحمنا بشي شبعه ديال الماء. الثمن كاين تلاعبات في الثمن الزبناء كيتقداو الدجاج كيقول لك شحال واحد كيبيع ب 15 درهم واحد كيبيع ب 16 درهم وكيديكلاريو بثمن وكيحسبوا ثمن هذا هو اللي هذا هو الاشكال اللي كاين كاين تلاعبات في الثمن والبيع والشراء الله يجعل البركه الوقت عيانه شويه وقت عيانه ولكن نتمنوا من الله سبحانه وتعالى شي شبعه ديال الماء. شحال باقي ديال الدجاج جمله؟ الدجاج جمله اليوم الصباح 13 درهم ونص اللي قالوا لنا الناس باش كيدفعوه واصل عندنا حنا نقول ب 14 درهم كيبيعوا فيه على درهم ما يمكنش غادي يخرجوا ولكن كاين شويه الله يجعل البركه نطلبوا من الله سبحانه وتعالى مع الكسور ومع داك الشيء الوقت ما بقاتش هي هذه نطلبوا من الله يجيب شي شبعه ديال الماء وصافي. اللهم امين. كما كتابعوا معنا دائما مباشره في هذا البث المباشر هنا من السوق الاسبوعي بمدينه سيدي بنور كما كتشوفوا الشفار هذا كما كتشوفوا الدجاج ها هو موجود
الحمد لله الخيرات سيدي بنور موجوده. السلام عليكم. كده الشريف بخير. الله يبارك فيك. انت مباشره معنا على قناه شوف تي في. كي داير اخويا السوق؟ كي داير الثمن ديال الدجاج؟ الثمن 320. الثمن مزيان؟ الثمن مزيان 320. دابا رخاص شويه الدجاج؟ شويه 320 300. والثمن اللي مزيان ديال السوق شنو هو اللي خاصو؟ اللي خاص الناس الثمن هو 260 هي المناسبة بالدجاج. دابا طالع دابا هو 260 هو 250. الدجاج هي 250 هو باش ندسرو عليه باش نبيعو 250. انت بيع الشراي ولا؟ انا علاش ما جيت؟ علاش ما فلاه؟ اه كيفاش الثمن ديال الدجاج دابا مزيان؟ ولا دوك غالي خاصو 250 260. الحمد لله الله يعاونك امين. مرحبا لاله. مرحبا. كما كتتابعوا معنا دائما في هذا البث المباشر هنا للسوق الاسبوعي. كما كتشوفوا الدجاج الحمد لله راه الدجاج بدا كيرخى. السلام عليكم. كيفاش تلي بخير؟ لاباس عليك؟ انت مباشره معنا على قناه شوف تي في. كي داير الجو ديال السوق؟ كلشي مساوم الحمد لله. الحمد لله عطينا على الشتاء. الحمد لله عطينا. نطلبوا الله يجي هذا الوباء وهذا يشوف فيه. الثمن دابا مناسب؟ الثمن مناسب الحمد لله. خاصنا على الشتاء مع الله. شحال كيلو تما الدجاج؟ كنبيعو ب 300. 300 دابا شي كيلو ب 300 شي 320. كل هذاك الشيء مع السوق كله والغرض ديالو كله واحد. شنو هو الثمن المناسب اللي خاصو يكون؟ هو هذه 300 درهم السوق بالنسبه للناس المستهلكين اللي كياخذوا الدجاج. 300 درهم ديال السوق. 300 درهم مزيانه. مزيانه لهم ولكن السوق عيان شويه. الله يجعل البركه. الحمد لله. ايوا الحمد لله. الحمد لله على سلامتكم. الحمد لله. كما كتشوفوا كما تابعتوا معنا دائما مباشره من السوق الاسبوعي بمدينه سيدي بنور. اللي كنقول لكم الاجواء هنا مباشره من السوق الاسبوعي. السلام عليكم. لاباس بخير؟ لاباس عليك؟ انت مباشره معنا على شوف تي في. كي داير الثمن ديال الدجاج؟ الثمن مزيان اسي مناسب. الثمن مناسب اسي مناسب. فرحانين دابا كنت 300 مزيان اسي. نور دي ضحك. السلام عليكم. السلام عليكم. انت مباشره معنا شوف تي في. كي داير الثمن ديال الدجاج دابا؟ كيفاش الناس كيتقداو؟ السوق شويه عيان ميت مع الناس دراهوش وبنادم ازمه ممكن لا الشتا لا والو. بنادم مرت شويه بزاف الناس. خاصو القانون خاصو الدجاج يكون 360 380 وهذا واجه. دابا الدجاج غالي شويه الناس ما عندهمش ازمه ممكن الشتا ما كاين لا الشتا لا والو. شنو الثمن المناسب للمسلم؟ المناسب خاصو 280 260. هذا هو الثمن المناسب. هذو الناس دراهوش ما السوق حتى شتي حالك ديال السوق ما كاين لا تنظيم لا والو. حالك ديال خاص يكون الماء هنا وكل شيء موجود. الناس ناس عايشه مع الدراويش كاين مساكن معايا ما كاينش واحد يعدو شي حاجه ماشي. كما تابعتوا معنا دائما في هذا البث المباشر عبر قناه شوف تي في. السلام عليكم. كيفاش تلي بخير؟ لاباس عليك؟ كلشي بخير؟ مرحبا بك. انت مباشره معنا شوف تي في. كي داير اخويا الجو ديال السوق وكي داير الاثمنه؟ الحمد لله والشكر الله يحفظك. الحمد لله والشكر لله. الثمن؟ الثمن منخفض جدا على حسب الوقت. دابا وصلت تتبيع مزيان؟ مزيانه. ايوا الحمد لله. الحمد لله. كانت الشيء اللي كنتمنى. السلام عليكم. كي يجيك اخويا الثمن ديال الدجاج هنا في السوق؟ الثمن راه بالنسبه للدروش راه كثير عليا. راه كثير داير 320 300 راه غالي. شنو الثمن اللي الميزانيه ما كاينش ما كاين الحركه. شنو الثمن المناسب لكم انتم؟ هي 300. كاينه ازمه الناس محنه. سمعتيني البارا دار 900 ديال التبن ديال الفصا دار 1600. واش غيشري مسكين؟ يشري الدجاج يشري البار يشري اش غيشري؟ العلف غالي. الله يعطينا شي شبعه ديال الماء. اللهم امين يا رب العالمين. الله يرضى بالجميع. اللهم امين. كما تابعتوا معنا في هذا البث المباشر هنا مباشره من السوق الاسبوعي لرحبه الدجاج بسيدي بنور. الثمن ديال الدجاج اللي واصل بين 300 320. كنتمنى من المسؤولين على هذا الشان ولا هذا القطاع ديال اللحوم البيضاء وديال الدجاج انه يشوفوا من حال هاد الناس هادو والناس اللي التجار الكبار انهم ينقصوا شويه من الثمن لان المواطن المتضرر. من هنا ناتي الى نهايه هذه الحلقه. دمتم في رعايه الله والى اللقاء في بث مباشر ان شاء الله.